الصورة اللي قدامكم هذه. خلنا ناخذ أسئلتنا بالدرجة من الأعلى إلى الأسفل. هرم مقلوب. من شاف دي الصورة من قبل؟ واحد اثنين أو الدعلوج تاز. العدد ممكن يوصل 20. ده المبنى، من يعرف راعي أو من ملك من ده البيت؟ دعلوش غشاش. طيب كم بيت ده الصورة؟ كم بيت؟ طيب وين ده موجود البيت؟ وين؟ احفظوا الكلمة هذه، هذه قدامكم. كم عمر ده البيت؟ شفتوا العدد؟ صار هرم صح؟ من 20 لـ10. احفظوا دي النسبة، عمر دي البيت بعدين تعرفوا. البيت اللي شوف قدامكم هذا موجود حي ما زال إلى الآن. دخلته وكان مهجور أكثر من 45 سنة. أخذت الإذن من أصحابه ما قصروا، دخلناه، اكتشفت فيه أسرار كثيرة. مع العلم أننا عشنا في ذا البيت، تربينا في البيت، لما كبرنا توسعت آفاقنا، شفنا أشياء ما كنا نعرفها من أول في ذا البيت. خلنا بعطيكم بس شيء بسيط من تاريخ أجدادنا، أجدادكم يعني أبوي وأبوك. يعني شوفوا النوافذ اللي فوق، الدرايش، الدرايش اللي فوق عادة من فوق الدور العلوي الأخيري النوافذ يكون طوال ومستطيلة ومقاربة إلى أرض الغرفة، عشان لما يقعد رب الأسرة أو الجد أو الأب أو الناس يجيهم الهواء التيار عبر النوافذ. شوف النافذة اللي في الوسطى للدور اللي بعده أقل وأصغر ومرتفع عن الأرض تقريبا 1.40 أو 1.50 سم، عشان اللي يمر ما يكشف لفي البيت. وعادة النافذة والدريشة في البيت القطيف التراثي قسمها لرتفتين، رتفة خشب وبعض البيوت رتفة زجاج مطفي ما ينشاف أحد إلا داخل عشان الضوء. روح مر البيوت القديمة كلها، اللي في تاروت، اللي في دارين، اللي في الزور المساهج، اللي في القلعة، أي بيت الدور الأرضي مستحيل تشوف فيه دريشة. ليش؟ بيوتنا الأول متلاصقة على بعضها بعض. طبعا التلاصق هذا مو عفوي، مو عبس، حفظا للنفس، حفظا للأمان والحب، كان في حب بين البيوت. الدور الأرضي لما نأمر على الزرنوق أو الصابات كان الزرنوق يمتد يمكن بالكثير متر أو أقل، يعني أنا كتفي عن الجدار مال البيت يمكن 30 لـ20 سم. يعني لو في دريشة وأنا مار مش أشوف داخل البيت، هذه تكشف خصوصيات أهل البيت. وبالتالي المعماري اللي هو الأستاذ المهندس المقاول اللي يجيب البناية اللي يجيب الأدوات يمنع صناعة أو عمل نوافذ في الدور الأرضي. زين كيف الغرف اللي تحت في الدور الأرضي وش كان فيها؟ وش البديل؟ البديل الرواشن. الرواشن عبارة عن كوة أو فتحة تدخل الضوء والتهوية لداخل البيت، والتهوية هذه تصير فوين؟ قريبة للسقف تقريبا. والأسقف في بيوتنا القطيفية القديمة تتراوح من 3 متر إلى 4 متر ارتفاع، هذا خلاف المهندسين الآن الموجود. لو تلاحظوا في عمود جهة اليمين، شنو هذا العمود؟ كل يوم نمر على هذا البيت، بيت في عمود، في قبة، في حاجة فوق، في حاجة فوق هديها ها. مشهور وأنا أقول أطالع فيها ولا الحين لحد يومك ما أدري وشو ده الرمز. عبارة عن مثلث هرمي فوق القبة. القبة هذا عبارة عن شنو؟ حمام أدب، بعدين يجيكم وش معنات أدب. داخل البيت هذا جزء من حكاية وأسرار البيت، من برا هذا بس ما أتطرق لا للربوط ولا السافات ولا الجص ولا ما أتطرق لهذا كله. داخل البيت وانت جاي من الطريق، جاي من الزرنوق، جاي من البراحة، جاي تركض تدخل البيت عبر الدهليز،
دهليز مو الدهريز، الدهليز، تفاجئك أمك موجودة قاعدة في الحوي مع أصحابها النسوان، خالتي أم غازي، خالتي أم حيدر، خالتي أم سلطان، جالسين متى؟ وقت الضحى، وخصوصا البيت اللي فيه رشية، هذا البيت يملك الفريق كله، زي بيت الحوري أو بيت العوامي. هذا الرشية وش يعني؟ بير، لأن احنا بعيدين عن مصدر المياه الجوفية والارتوازية البعيدة اللي في النخيل. ذكاء القطيفي يحفر لبير داخل البيت عشان يصير عنده مصدر للمياه للشرب للغسيل. القطيف تملك كثير من التاريخ. من وين ده جاي التاريخ؟ تاريخ عمره آلاف السنين. هذا التاريخ جاء من تعدد الحضارات اللي جت القطيف. هذه الحضارات اللي جتنا القطيف من اللي استوعبها؟ استوعبها القطيف اللي كان موجود. كل الحضارات اللي كانت موجودة في المنطقة جت القطيف هو استوعبها. واللي تشوفوا المبنى القديم اللي شفناه من شوي، البيت الصورة الأولية، وهذه الصور اللي تشوفوها فيها تفاصيل كثيرة، لو تدققوا فيها في حضارات كثيرة. هذا الاهتمام بالتاريخ يوصلنا إلى أن احنا نقول تاريخنا وتاريخ أجدادنا وتاريخ أبواتنا وتاريخ الطيبين في زمنهم يحتاج أن احنا نهتم فيه. والاهتمام يجي أن هذا الآثار الموجودة قدامنا ما آثار مادية حسية تعطي وتساعد المهتمين وعلماء الآثار والمؤرخين والفنانين والكتاب، ساعدهم على معرفة تاريخ وحضارة المنطقة وتاريخ الإنسان. بالإضافة إلى أن هذا التاريخ، هذه الآثار، جسر ممتد من الماضي إلى الحاضر. آثار القطيف ما زالت موجودة، يعني تعطينا قوة أن احنا ندرس تاريخ أبوتنا وأجدادنا كيف كانوا يعيشوا. هذا موجودة مثل أمامنا. بالإضافة القاعة مليئة بالجيل الجديد، بنات وأولاد. أنا متأكد لو أقول لهم وش تعرف عن تاريخ القطيف، نسبة ضئيلة جدا أن يعرف. انفصل الجيل عن تاريخ أجداده. هذه الآثار الموجودة الآن في تاروت ولا في القطيف ولا في كل مكان مترامية، تعطي الجيل أن يعرف حياة أجداده كيف كانوا عايشين. بعد تعطي فرصة أن يكتشف كنوز المنطقة الموجودة تحت الأرض، ما زالت موجودة تحت الأرض. طيب هذه الآثار الموجودة عندنا الحين كيف نوثقها؟ كيف نحافظ عليها؟ في طرق كثيرة نقدر نحافظ على الآثار هذه الموجودة عندنا الآن، ما زالت موجودة، بعضها حية، موجودة حية، يعني تقدر تستفيد منها في الاستثمار. في طرق من الطرق التوثيق. شنو التوثيق؟ يعني ترصد المبنى الموجود من جميع النواحي. التوثيق ممكن عندنا شعراء يكتبوا شعر في منطقتنا، ممكن كتاب مسرحيين، ممكن فنانين تشكيليين، ممكن مؤرخين، ممكن أدباء، ممكن علماء آثار. يعني التوثيق باب واسع. خلنا أتطرق لكم باب بسيط من أبواب التوثيق اللي هو التصوير الفوتوغرافي. أنا صراحة جديد على عالم التصوير، ولكن لما تكون فريق توثيق بالقطيف تكون من 5 أشخاص محترفين جدا، انطلقنا من أهداف جميلة جدا إن احنا نحافظ على هالآثار الموجودة عندنا في المنطقة وننشر الصورة الجميلة المبدعة الشامخة. ومتأكد اللي سافر يعرف إن آثارنا تضاهي آثار العالم. أنا متأكد، مو بسيط ذا الكلام، يعني مو من عاطفة أنا أتكلم الحين، أتكلم عن واقع من خلال تجربتنا البسيطة وقراءتنا عن التاريخ القطيف. فريق التوثيق لما تكون الخمسة ذا كان لهم أهداف بسيطة، الحفاظ عليه ونشر ثقافة التاريخ القديم عندنا في المنطقة. شنو القاعدة اللي ارتكز عليها عشان ينطلق وينجح في خلال 4 أشهر أو أقل؟ كان يركز على تصوير الجزء من الكل.
هذا جايب لنا قاعدة جديدة، هذا مو فوتوغراف وجايب لنا قاعدة جديدة. إيه التجربة تعلمك. أنا لما أدخل البيت وأنذهل وطالع الفوتوغراف اللي في المجموعة اللي في فريق التوثيق بالقطيف، ما يفترض أن ينذهل، يفترض أن ينقل الصورة الجميلة الرائعة عن بيوت القطيف للمشاهد المتلقي. كيف؟ هذه الصورة اللي قدامكم لأحد مصورينا الموجود في الفريق اللي هو أنا يعني. طبعا أنا صار قلم عند محمد الخراري. على فكرة أنا ابتدأت بالجوال، الكل يقول لي أنت مو كلامك مو صحيح، الجوال عالم في التصوير. الصورة أنا أخذتها من محمد الخراري ومعروف ما يحتاج أقول لكم منه، صورة مقلوبة من تحت إلى فوق، وتعلمت منه كيف أصور بعد وكيف الحركات هذه التوازي والأفق والعمودي. لو أقول لكم هذه فيها كم عنصر، شوفوها كم عنصر. لما أقول لكم استخدم قاعدة الجزء، الجزء من الكل، فيها كم عنصر؟ في عناصر واجد، فيها السقف، والسقف في عناصر الجدران، بتشوفوا في روازن، في رواشن أربع، الرواشن مزخرفة، والزخارف هذه لو تلاحظوا هذا من الملاحظات أن الزخارف ما تتكرر في البيت القطيف، إذا زخرفة هنا مثلا ورد هنا تصير لوزية ما تتكرر، هذا من عظمة وقوة النقاش القطيفي. خلنا ناخذ الجزء السقف، خلنا نشوف لما أقول لكم جزء من الجزء، خلنا ناخذ السقف. السقف يتكون من عدة طبقات، وأهم طبقة التشندل اللي باللون الأسود، هذا طبعا مصبغينهم عشان الأبهة والفخامة أصحاب البيوت اللي عندهم وفرة اللي عندهم فلوس يعني، اللي هم النواخذة الطواشين التجار، هذا شيء طبيعي في أي مجتمع. صاحب البيت عمل السقف هذا، لو أقول لكم فوانيس السقف تستغربوا، هذا في أدب، بيت الراحة، بيت الأدب. يعني وش أدب؟ مو صنع يعني، لا، الأول كانوا يفصلوا الأدب عن المسبح، المسبح حق التسبوح حق الوضوء فقط، الأدب حق قضاء الحاجة، وهذا كان من صنع أدبيات القطيفي الأولي. السقف الطبقة الأولى اللي بالأفق الكندل أو الكندلي أو الكندل أو الدنشل بلغاتنا المختلفة. يجيبوا من وين ده الكندل؟ يجيبوا من أفريقيا. والصفات ده الكندل خشن، قاسي، قوي، ما يتأثر بالرطوبة، ما يتأثر مناخنا القاسي اللي عندنا في المنطقة، وهذا يستخدموا عبارة عن جسور. الطبقة الثانية الملونة اللي تشوفوها الأحمر والأبيض والأسود يسموه باستيل باللام، مو بس باستير، لا، باستيل يجيبوه من شرق آسيا عبارة عن شجر البامبو. اللي شاهد مسلسل البامبو ما أدري وش يعرفه. شجر البامبو يشرحوه لأربع شرايح، يجففوه، يحطوا فيه ألوان، ويحطوا على شكل تقاطعات، مربعات أو معينة، كل ما تقربت التقاطعة صار السقف أقوى، يتحمل اللي بيجي أحن فوقها الحين. الطبقة الثالثة اللي هي البيج أو البنية، الحصير من عمتنا النخلة يجيبوه. بعض البيوت يستخدموا البارية، تسمعوا كلمة بارية أنتم صح؟ ما يحتاج أقول لكم فوانا. البارية يجيبوها حسب استطلاعنا من البصرة، لأنه يعيش أكبر مدة من الزمن في البيت، الحصير يتلف بسبب الرطوبة. والطبقة الرابعة الطين، الجاص، الحجر، الرماد. وإذا هو من أصحاب الوفرة يحط طبقة جصية يمسحها يملسها عشان لا يمطرت أو جت رطوبة ما ينزل. في بعض البيوت، طبعاً هذه معلومة نقلها لي أحد المهندسين، يقول أبو مصطفى ترى بعض البيوت بعد الطبقة الثالثة يحطوا طبقة نقال. القديمين الكبار شوي يعرفون نقال. النقال يعني النقل الأول اللي يعطونا إياه نقعد على البيت نكسره بغرشة بيس أو بحجرة في صلوم داخل. الحين غالي بيعوا غالي مو زي الأول. هذا النقل يحطوه طبقة عازلة في أحد طبقات السقف. هذا من هو اللي يحط الطبقة هذه؟ فقط أصحاب الوفرة اللي عندهم فلوس. طبقة عازلة. ليش النقال؟ يمتص الرطوبة والأملاح لما تنزل على السقف ويظل البيت السقف قائم زي ما هو. دي الصورة اللي كانت برا، هذه داخل. هذه يسموها هذا الجزء الأخير اللي في البيت اللي تمروا عليه تشوفوه فوق. أكثر البيوت في القطيف في هذا الجزء يسموه الخلوة.
الخلوة يعني منطقة منعزلة منقطعة عن البيت. من اللي يستخدم الخلوة؟ الجد أو الكبير البيت أو الجد أو الأب، أو إذا توفى كلهم يجي الأخ الأكبر يستخدمها. يستخدمها في ويش؟ في الصيف لما يجي الحار ورطوبة والفوحة، يقوم الأهل كلهم يركبوا في وينه؟ وين يركبوا؟ الصدح أنا وأنت، بس الناس اللي زقرت يركبوا وين يروحوا؟ الخلوة. الخلوة مكان مرفه من جد، هذا ما تشوفوا المنظر اللي في مناطق تشوفه في مكان أوروبا، ما أوروبا، هذا الخلوة لو تشوفوا فيها عناصر كثيرة، في الروازن وفي النوافذ وفي الحمام وفي القبة وفي الزخار وفي الساق وفي اللالة وفي الفانوس. زين اللي يصور الحين اللي في الفريق أقول له ركز فقط على الزخارف، درسنا اليوم زخارف. هذا لو تشوف الصورة أقول لكم الصورة في وينه، خلي ترجع الصورة بس، يا هذه ها على باب الحمام، يعني هذا صاحب البيت وش ده؟ زين الخلوة داخل وش فيها؟ لما الله يوفقكم ننتهي من انتديكس وتجزور ده البيت نفتح عليكم وتشوفوا الغرفة اللي داخل فيها خيال قصر. طبعا الصورة هذه زغرفة دائرية أو شمسية أو قرصية أو دولابية اللي تسموها، لكن ده الشكل من وين جايب لنا الفنان أو النقاش؟ ما زال في واحد موجود إلى الآن موجود، سموها لوزية، الفنانين يعرفوا يعني تشبيهها بثمرة اللوز اللي عندنا. لا ياخذنا الوقت بسرعة. هذا المكان دهنا كنا المصورين، ما عرفنا وش نسوي. أول بيت دخلنا ده نصوره، بيت فخم فعلا فخم، بس ما تقدر تدخلوا لأنه مسكر كل البيبان. ركزنا على العقد، هذا القوس المدبب يسموه مدبب، وإحنا نسميه القطيفي عقد لوزي لأنه يشبه اللوزة زي حمام عين أبو لوزة، وهذا فخر إلينا عندنا مسميات خاصة بالقطيف. قوس، شوف الزخارف، شوف الشمس، شوف الروشنة، هذه الروشنة يسموها، هذه الروشنة البيوت العادية ما يحط زخارف، بس أصحاب الوفرة يحط الزغرفة، وعندكم العمود، ركزنا على العمود، شوفوا فيها كيف الزخارف. بالإضافة إلى في هناك طرق كثيرة للتوثيق أن الفريق يعرف الناس أو المشاهدين على أنواع البناء وطريقة البناء وأدوات البناء. هذا جزء من جدار إسمنت، مو جص، هذا يعني بعد النفط، بعد ما ظهر النفط صار يستخدم الإسمنت، ترك الجص، كان يستخدم أما إيده أو قطعة حديد أو خشبة يستخدم. لما جاء النفط دخلت التقنية، جتنا السيارات، ذكاء الفطر استخدم التيوب اللي داخل الكفر، الجزء الداخلي للتاير للكفر، استخدمه حتى يعمل له قفاز أو بسوس حتى لا تأكل إيده من المواد الكيماوية الموجودة في وين؟ في الإسمنت أو الجص. هذه إيدي طبعاً تمثيل، رحت مكان البنشري ويا الله حصل ذاك التيوب قصصته أنا وسويت قفاز. هذا القفاز هذا يسموه الخبطة أو الخبطة، لها سنتين مسميين، الخبطة هي القفاز، الخبطة اللي يحط اللقمة الاسمنت ويخبطها فوانا في الجدار. عرفتوا الحين اللي وش معناها خبطة؟ واحد يقول لي خبطة طبعا في حين هذه التقنية كانت متقدمة جدا، مي موجودة في بعض البلدان. أنا رحت بلدة دولة أوروبية معروفة، كان آثار الأصابع موجودة على الجدران، ما كانوا يستخدموا هذه التقنية. بالإضافة لتوثيق التاريخ ممكن نستخدم التقنيات الحديثة في الفنون الجميلة كالنحت، ممكن نحافظ على تراثنا أن احنا ننقل الصورة عن طريق المنحوتات قدامكم موجودين، إن شاء الله يرجعوا البيت عاد إن شاء الله. لو تلاحظوا أن الآثار القديمة في اتصال حس معنوي حسي تجذبك إلى، لما تروح مكان وتشوف مكان قديم أنت لا إرادة تقول والله ما شاء الله ده البيت قديم، والكم سنة ده صار له، إحنا عندنا كنز في المنطقة، ممكن نحول هالكنز إلى مرفد رافد اقتصادي وطني. عن طريق شنو؟ ممكن نسوي مركز حضاري، متحف وطني، ممكن قرية شعبية، مو قرية شعبية، لا قرية شعبية وقرية حرفية، قرية حرفية لم القرى الحرفية.
احنا عندنا تعرفوا كم حرف عندنا في القطيف؟ اكثر من 200 حرفة. كانت القطيف تكتفي ذاتيا عن اي منطقة ثانية تستورد من برا، كل شيء كانوا هم يسووه، من ضمنها الفخار، الخزاف، التناك، القفاص، سعاف، كل المهن كانت عندنا موجودة. التمار، في مفردة اسمها راعي الرماد، هذه بعد ابحثوا عنها انتم، راعي الرماد. بالإضافة إلى أن رافد وطني بتفتح مجال للوظائف، بتحيل عندنا الحرف الشعبية، بتطلع من جديد. هذه الأمور كلها سبب من أسباب بقاء تراثنا ووجوده على منطقة القطيف، على هذا الأرض وهذا الوطن. رسالتي، هذا كل اللي سمعتوه خلوه على جنب الحين. أنا رسالتي كوني مبتدئ في علم في هذا الاتجاه، مو في التصوير، أنا ما أتكلم عن التصوير، أتكلم عن آثار تراث عمراني عندنا موجود شامخ فوق الأرض مئات السنين وتحت الأرض آلاف السنين. المصورين، أنا أتحدث عن أي المصورين بالذات اللي يملكوا صور في أدراجهم في بيوتهم. أنا تحدثت يا واحد استنطقته يقول أنا عندي صور من 40 سنة. قلت له بعدين تاريخ، هذا تاريخ وطني، المفروض ما تخش داخل دروجك، طلعه، ابحث عن ابحث عن القنوات اللي تساعدك على إخراج هذه الصور. هذا تاريخ مو بس إلي أنا، لأولادنا، أولاد أولادنا، أنت لما تحبسه داخل أدراجك وبعدين تستمتع بوجودها في الدرج وتفتخر في المجالس أن عندك صور قديمة وآثار وما أحد عنده. صدقني لما تطلعها وتتعب في الحر وتتعب وتشقى، هذا الخراري تصويري طبعا، ها تعلم منهم كيف يصور، أنا أصور زيهم. الخراري يقول أنا عمر 35 سنة على بيت الدعلوج أصور، يقول لما انضميت إلى الفريق يقول والله أستاذ اسمع كنت أستمتع بالصورة لما أصور لأنها تنقل تاريخ حضارة القطيف. ختاما، طفت الوقت طاف، ختاما في مثل قديم يقول كنا نسمعه دائما، إلا ما له أول ما له تالي. شكراً.